جمعية أسر التوحد من حاجة ملحة للأسر. عدد المصابين بالتوحد في المملكة العربية السعودية عدد كبير، وكان حوالي عام 2000 كانوا يجتمعون عندي في البيت، وكنا نجيب المختصين والمهتمين، ونشأت فكرة أن الأسر هي محتاجة أنها يكون لها مكان تأوى إليه. فحطينا 4 أهداف: نشر الوعي، المطالبة بحقوقهم، دعم الأسر، تدريب الأسر. حطينا شعار أن كل بيت يصبح مدرسة، ونجحنا ولله الحمد. الآن جمعية أسر التوحد ولله الحمد لها فروع في مناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية ومنها الشرقية. عندنا حالات جدا صعبة، الأسر يعني تواجه أن أكثر يعني الأسر مع الأسف خارج المملكة. وليش تروح خارج المملكة؟ لأن عدد ساعات التدريب أكثر والمختصين المدربين أكثر، فتلجأ يعني الأسر أنها تروح خارج المملكة. الآن في توجه لدعم قضية التوحد، ومن هالتوجه اجتماعنا اليوم في هذا المؤتمر. أشكر الجهات المنظمة، أشكر شركة أرامكو على دعمها لهذا المشروع، أشكركم أنتم على وجودكم معنا. الأسر تعاني، تعاني في السفر، تعاني في البيت، تعاني في العيادات. نتمنى معرفة ما هو التوحد لكل مواطن سعودي.